الإسلام إيه؟ أركان الإسلام؟ عارف أركان الإسلام؟ إزاي؟ مش فاهم أركان الإسلام دي؟ إيه أركان الإسلام؟ لا حج البيت وصوم رمضان وأنا مش فاكر أوي يعني، بس عشان الواحد كان رايح دلوقتي في حتة وكده. الوضوء والذكاء. سنة ما عارف الخمسة كانت إيه؟ عيب والله. عارف أركان الإسلام؟ ممكن تقولهم؟ لا بس مش حافظهم صراحة. هما كام ركن أصلا؟ هما سبعة. لا شهادة أنا لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طب حافظ قل هو الله أحد؟ طبعا. اسمها سورة إيه؟ اسمها سورة أسر سورة قل الله أحد الشكل. أقصر سورة في القرآن؟ أقصر سورة في القرآن البقرة. ال ال الصمد. الصمد الصمد الصمد. اسمها سورة الصمد؟ لا الفتحة. لا الفتحة. أصغر سورة. طيب حافظ قل هو الله أحد؟ إيه؟ قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد طبعا حافظها. اسمها سورة إيه؟ سورة قل هو الله أحد القدس. يتعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل. اسمها سورة القدس. سورة ال مش فاكرها الصراحة بس. وانت عارف سورة قل هو الله أحد اسمها سورة إيه؟ لا أنا حافظها بس. طيب القرآن كم جزء؟ القرآن تقريبا خمس. القرآن خمس أجزاء؟ لا. وأنت القرآن كم جزء؟ ثلاثة. ثلاث أجزاء؟ لا. حد ثاني يزود؟ القرآن كم جزء؟ لا مش عارف أفتي في الحاجات دي. 24. أنت 24، محدش عارف خالص في القرآن كم جزء؟ اثنين. جزئين.